الأخير الزعلان أنا ما في نعيمان؟ قصي في مجال ما تتجاهلني وتعمل حالك بريء؟ وحياة هالوش الحلو بريء يا بيه. إيه بلاها مقلستك حبيبتي. فهمي علي، أنا ما بدي خبي عنك شي، بس بالفترة الأخيرة حاولت بعد كل شي بيزعجك، لأنك أنت جاني على الآخر. بعدين مثل ما قلت لك، المخلوقة إجت هي وخطيبة لعندي من دون موعد، شو أعمل لون؟ شو قصدك يعني قصي؟ أنا مجنونة؟ لا إله إلا الله، مين قال إنك مجنونة؟ حبيبتي إذا بدك تضلي بهي الطريقة رح تنزعي كل شي حلو بيناتنا. طب شو بدها منك هي الفنانة رشا؟ خدمة روحي، خدمة بالوسط الفني، خدمة بخدمة. إيه ما بصدق، أنا بعرف هي كيف بتفكر، هي بس هما تتقرب منها. روحي فهمي علي، عملك المخلوقة جاية هي وخطيبة، خطيبة 70 بـ40، كتير طويل كتير ضخم، بقى شو عم تخبصي انتي؟ اجت لعنا على المكتب. ايه اصلا هي رشا وحدة مريضة، كل همها بس تورجي هذا اللوح تبعها انه كل الرجال بيموتوا عليها قبله. لا اله الا الله. طيب مثل ما بدك قصي. وين رايح عم تحاكيك؟ والله يا قصي اذا بدري انه في شي بينك وبينها ما حيصير خير. بونجور. بونجور. كيفك؟ انا كتير منيحة وعم فتش عن اخبار. إلك عندي خبر بيطير العقل. شو هو؟ بس ناطر المخلوقة هيك لتزبط امورها شوي. مين المخلوقة؟ الفنانة رشا، ما بعرف اذا بتعرفيها او لا، عم بتدور على بيت بدها تعمله معها التمثيل وسيناريو هيك شغلات يعني. منيح كتير. ايه؟ برافو قصي، كتير حلو. بتعرف شغلة قصي، انا عن جد بدي اتشكرك كتير، لاني من لما اجيت لهون وفكرت استقر وانت واقف جنبي وعم تساعدني دائما. ولو واجبي هذا. شو طالع؟ ايه تفضل. يلا والله خليك، ما تعرف حقك على واجبك يا ريت. يسلم لي الكاتب الصفنان. اهلا، كيفك؟ كيفك؟ اطمن اطمن، اليويو مو معي اليوم. طمنتيني. هو غليظ شوي، معك حق. لا هو مو غليظ شوي، كتير. ايش بدي اعمل قصي؟ بدي اتحمله، يعني عم بزبط لي اموري مثل ما بتعرف. يعني انت ما بتحبي؟ بحبه. ليش بقى قصي؟ بس مثل ما انك شايف عم بزبط لي اموري، بعدين شو شايفني بحب مين ما كان انا؟ لك عم اقول لحالي معقول هذا اللوح يكون خطيبه؟ يا سلام عليك، هلا صرت تفهم. شو بقى قصي؟ يعني انت اللي بشوفك بيتعلق برموشك ما بيقدر يخطب مين ما كان ولو؟ بالنسبة للبيت رح لاقي لك بيت هيك يعني ظريف وقريب. المهم كون جنبك، كون قريبة عليك، أو بقصد يعني كون جارتك. وليك يوم افتتاح المعهد ما برضى ولا بقبل ولا حتى بفتتح المعهد إذا ما كنت أنت موجود، لأنه بلاك ولا شي المعهد كله هو واللي فيه أساسا. بحاول. لا شو تحاول؟ بدك تجي أكيد أكيد قصي أكيد. يلا باي قصي. الله معك.